أهلا بكم، وهذه المتابعة لأهم أحداث مصر والعالم من استوديو الآن. أرحب بكم. يحتفي العالم بالمرأة في 8 من شهر مارس، وفي مصر حاليا تعمل الدولة جاهدة على توفير الرعاية للمرأة وإتاحة تكافؤ الفرص إيمانا بدورها الحيوي في نهضة وطنها ومجتمعها. في 8 من مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة، في لفتة تؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به في مواجهة تحديات الحاضر وصياغة طموحات المستقبل لمجتمعها وللإنسانية جمعاء. للمرأة المصرية نصيب كبير ودور بطولي في دعم واستقرار الدولة، ظهر جليا في دعمها الكبير لثورة 30 من يونيو للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية بعد أن رأت بيتها الكبير يوشك على أن يسرق منها، واستمرت في دورها الكبير في دعم الاستحقاقات الانتخابية التي صنعت دولة 30 من يونيو بكل أركانها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل تقديرا كبيرا لكل فتاة وسيدة مصرية، وهو ما بات واضحا من خلال توجيهاته القاطعة باتخاذ إجراءات عملية في سبيل التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال اعتماده الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلا عن إعلانه عام 2017 عاما للمرأة المصرية وزيادة نصيبها من برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فنحو 48% من سكان مصر هم من الإناث، وهو ما يؤكد حقيقة أن المرأة هي نصف المجتمع وتشارك في تربية وتنشئة النصف الآخر. أقول إن إحنا هنا في مصر لدينا برامج خاصة ب الرعاية المرأة في مصر، لأن المرأة في مصر لها وضع خاص، لأنها مش 50% زي ما الناس بتقول في بلدنا مصر، لا احنا بنعتبر المرأة هي كل شيء بصراحة، وده كلام مش مجاملة لها. المصريين عارفين ده عني، والمصريين شايفين ده مننا بممارساتنا، واحنا بنعمل أثناء المسار اللي احنا بنتحرك فيه جوه بلدنا. وعلى صعيد التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الدولة لمساعدة المرأة، استحوذت النساء على 70% من قروض المشروعات متناهية الصغر و 57% من فرص العمل التي وفرتها قروض جهاز تنمية المشروعات في مجالات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وزارة التضامن أيضا تتبنى عددا من برامج الرعاية الاجتماعية التي تستفيد منها قطاعات عريضة من السيدات، وخاصة المرأة المعيلة والمسنة والفتيات الملتحقات بمراحل التعليم المختلفة. قدرة مصر على مواجهة أي تحديات تتوقف بشكل أساسي على قوة جبهتها الداخلية وتلاحم مختلف مكونات المجتمع، وهو ما يؤكد أن خلف كل شهيد يجود بروحه فداء عن الوطن ومقدراته تقف امرأة لا تقل عنه تضحية وبطولة من أجل أن تبقى مصر لكل المصريين. للحديث عن دعم الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دور المرأة في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ينضم إلينا الآن عبر هذا الاتصال الهاتفي الدكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا وعضو المجلس القومي للمرأة. دكتور نادية، أرحب بك، كل عام والمرأة بألف خير في مجتمعنا وفي العالم. هذا هو اليوم الذي يحمل فيه العالم العرفان لدور المرأة ويعترف أيضا به. أبدأ معك بالحديث عن المرأة في مجالك. فندم، وتحية لكل امرأة ولكل رجل النهاردة، لأن إذا إحنا اهتمينا بالمرأة فإحنا بنهتم بالأسرة كلها. الحقيقة في تطور جامد حصل للمرأة في خلال 100 عام السابقين في مجال البحث العلمي، والكلام ما هوش كلام مرسل. أنا أحب أتكلم على حاجتين. العالمة العظيمة سميرة موسى اللي اتولدت سنة 1917
كانت عالمة جبارة العقلية، ولما خدت البكالوريوس وطلعت الأولى حبت إنها تشتغل معيدة في كلية العلوم جامعة القاهرة. وقتها الأساتذة كلهم رفضوا ما عدا رئيس الجامعة اللي هو دكتور أحمد مشرفة، وقال أنا لو العالمة سميرة موسى ما اشتغلتش معيدة أنا مش هأفضل كرئاسة الجامعة. قد إيه كان عظيم، قد إيه كان باكينج المرأة، قد إيه هي أثبتت روحها. نيجي نشوف بقى النهاردة بعد 100 سنة إيه اللي حصل. المرأة بقت وزيرة للبحث العلمي، 46% ممن يعملنا في البحث العلمي هم نساء، وفي زيادة كمان عن هذا التعداد، لأن التعداد ده بتاع 2016. فده بيوري قد إيه في تطور في مجال البحث العلمي بالنسبة للمرأة. أنا كنت حاضرة عيد التخرج للي واخدين الماجستير والدكتوراه في المعهد القومي الأورام، فنصفهم من البنات والسيدات. ما بقاش في تفرقة في هذا المجال، إنما التفرقة موجودة بقى في إن يكون في رئيسة جامعة، يكون في عميدة، فعددهم غير مناسب ولا يتناسب مع 46% اللي بيعملنا في هذا المجال. إنما الوضع برضو أفضل من قبل، إن في عميدات، في محافظين، في 2 محافظات على في السنوات الأخيرة، في نواب، 82 نائبة في مجلس النواب، وده أكبر نسبة حدثت على تاريخ مصر كله. ففي تقدم الحقيقة في إن المرأة تفوق المناصب الإدارية العليا. دكتور نادية، يعني العالم يحتفي باليوم العالمي للمرأة، يقدر نضال المرأة، يقدر أيضا تضحية المرأة على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، مواجهة المرأة للكثير من التحديات. هذا العالم يحتفل بطرق متعددة ومختلفة يعني الاحتفال بها وبنضالها باختلاف الدول، ولكن الجميع في النهاية يلتقي وهو يقدر هذا الدور. اليوم في حديثنا عن أهمية المرأة في مجالات كثيرة وشغلها لوظائف إدارية ولأيضا مناصب سياسية واقتصادية، هناك الكثير أيضا الذي تطالب به المرأة مع تغيرات ومع الظروف في الحياة باختلاف الدول. ماذا عن المرأة العربية في رأيك والمطلوب لها؟ بالتأكيد إن المرأة العربية لا تقل عن أي امرأة أخرى، وإحنا المجلس القومي للمرأة عامل فعاليات من يوم 1 إلى 16. احنا عندنا 14 لجنة في المجلس بتخصصات مختلفة، فكل لجنة عاملة فعالية على حسب تخصصها، لجنة الإعلام، لجنة الإعاقة، لجنة المنظمات الأهلية، لجنة البحث العلمي، جميع اللجان بيقوموا بفعاليات لفائدة المرأة. أنا عايزة برضو أقول لحضرتك حاجة، إن حضرتك قلتي من شوية إن التمكين الاقتصادي للمرأة. نعم، المرأة الإعلام أو دايما لما بيتكلموا على إنها بتعول نفسها لما بتشتغل، لكن لا، في الواقع هي بتعول الأسرة. صحيح، مش بتعول نفسها فقط. ما فيش امرأة بتنزل وتتعب وتشتغل لمجرد إنها تشتري شوية حاجات أو تصرف على نفسها، لا، هي بيكون هدفها الأسرة أولا وأخيرا زيها زي الرجل. هناك الكثير من الأسر دكتور نادية التي تترأسها المرأة وتعولها المرأة. ما هو المقدم يعني من المجلس القومي للمرأة، بما أن يعني نتحدث لواحدة من أعضاء هذا المجلس ووزيرة سابقة أيضا، ما هو المقدم لهن؟ طبعا من أهم ما يقدم اللي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من لجنة بتساهم في هذا الموضوع ودعمها اقتصاديا، ده أهم حاجة. وكمان المعارض اللي بتقوم بها المرأة، فالمجلس القومي للمرأة بيعمل معارض لهذه المنتجات لتسويقها، لأن سيادتك عارفة أن ممكن أن منتجات تتعمل وتنتج ولكن لا تجد مجالها للتسويق، فالمجلس القومي للمرأة بيساهم في هذا التسويق.
بيساهم في الندوات اللي بتغير تفكير الناس وازاي ان يكون عندهم القدرة للتمكين الاقتصادي. نعم. يعني في مثل هذا اليوم سنة 1856 خرج الألاف من النساء في شوارع نيويورك للاحتجاج على الظروف اللانسائية التي أجبرنا على العمل تحت ضغطها. هناك الكثير من التحديات وظروف أيضا لا إنسانية تحيط بعدد من السيدات أجبرنا كذلك على الوجود فيها، وهناك محاولات لتجاوزها من قبل هؤلاء النساء. كيف يتم الوصول إلى النساء التي يعانون من الضغوط الحياتية ويحاولون الاستمرار بالرغم منها؟ الحقيقة في قوافل كتير، احنا ما بنعملش في القاهرة والجيزة فقط. نعم. لكن القوافل بتروح لجميع الأماكن، بل بالعكس بتركز على الأماكن النائية اللي صعب الوصول إليها واللي صعب المرأة إنها توصل إلى القاهرة وتعرض مشاكلها أو صعب إنها تثقف. فده كان بيبقى هدف لينا كلجان مختلفة من مجلس القومي للمرأة، إنها سواء بتكون تنمية اجتماعية تنمية اقتصادية، المشاكل المختلفة برضو ممكن إن المرأة تلجأ إلى مكتب المشاكل في الشكاوي أسفة في المجلس القومي للمرأة. فالهدف ما بيكونش على السيدة اللي في القاهرة والجيزة والإسكندرية، لكن نعم. الهدف على المناطق النائية، وطرق الأبواب بيروح لهم لحد بيوتهم وبيشوف مشاكلهم، بيشوف إزاي التمكين الاقتصادي ليهم، إزاي المرأة تكون معيلة وتعمل مشروع حتى وهي قاعدة في بيتها، مش لازم إنها هتخرج بره عشان مشروع، لأن برضو ما زال عندنا في ثقافة إن مش كل السيدات بيقدروا إنهم يخرجوا من بيوتهم. فده دور المجلس الحقيقة، وفي أدوار أكتر كمان بتتعمل. كل التحية والتقدير لهذه الجهود. شكرا جزيلا دكتور نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا وعضو المجلس القومي للمرأة، على وجودك معنا وعلى هذا التوضيح. شكرا لك. إذن تختلف طرق الدول بالاحتفاء بالمرأة باختلاف الدول والشعوب والمجتمعات، ولكنها تلتقي جميعا في تقدير المرأة والاعتراف بتضحياتها وبنضالها في هذا اليوم الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة ووافقت عليه ليكون رمزا للاحتفاء بالمرأة المكافحة. شكرا للمتابعة.